فالمشكلة مساك على ابوه وخشم حجر كتير. هو ده السمك، هو ده السمك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب يكون الجميع بخير، يسعد صباح كل واحد عنده صباحه، ويسعد مساء كل واحد عنده مساء. معكم اخوكم سامح الخوالقة من قناة منوعات رحالة في قائمة تشغيل اسمها صيادين رحالة. النهاردة راجعين بفيديو قوي جدا مع الاخ الفاضل، اسطورة من اساطير السيد الغلة على الصحراوي، الاخ الفاضل اشرف عبد الشكور. فيديو ممتع ان شاء الله، كله احجام سمك لاول مرة هتنزل عندنا في قناتنا منوعات رحالة. تابعونا وما تنساش تعملوا لنا اشتراك واعملوا لايك للفيديو عشان ينتشر. اهلا بيكم، فيديو جميل ان شاء الله. الله يسلمك. الله ينور. هو ده السمك، هو ده السمك، هو ده السمك، هو ده، هو ده يا جدعان السمك. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. لا بقايا قطع، بقايا قطع. اوكي هات لي السمك. ثواني ايوه هو ده السمك. يا كان هيفلت على تك، يلا على تك، خلي بالك تفلت. هو ده السمك على ابوه، ابو خشم حجر يديله. هو ده السمك. الله حزننا. عملتوش قطش عسل دي؟ حزننا. اوعى هو ده، هو ده السمك. خش خش عجيب. ما شاء الله. لما يكون بقى واحد يا محمد ايه مزنوق في السمك ومش معوش لا شوكه ولا معاه حاجه، يعمل ايه دي؟ ما المشكله مساكه وينزل ايه؟ ولا ايه؟ زعل ولا زعل نفسه. ودي السمك هي جايه من بقه ما شاء الله. يطلع بقى يا حجاش ما شاء الله. ايش تعليق يا حمد؟ السمك الشرة.
هو مسألة النار. من كيلو ولا تعشل عالزنوق هتسمع ننزل نجيبها لك. هات على البر خفش يا ما نقصها. ان شاء الله حفي السمك الشرة هو مسألة النار.
وبركاته. حبايبي انتظرونا القادم احسن. احلى تحيه ليكم من اخوكم سامح الخلقه من وتر حل صلاه النبي. بالعرض كده ولا كذب ولا فشخره، عندنا المولد جه ورا. اتفرجوا يا رجال، ادي السمك اهو يا اخوانا اهو. فين السمك؟ ايوه بالراحه، اضرب اطلع ولي 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 اهو يا رجال. حد معاه فكه؟ حد معاه فكه؟ حد يا رجاله معاه فكه؟ طول الوش وارمي يا عم.